للخبر اللي معانا التالي، حيث قال الدكتور محب الرفعي وزير التربية والتعليم أن هناك دراسة قائمة الآن بالوزارة تبحث رفع إعادة قيد الطلاب بعد فصلهم على خلفية استنفاذ أيام الغياب إلى 1000 جنيه بدلا من 10 جنيهات، لافتا إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة سوف تتيح للطلاب اختيار مدرسيهم في الصف الثالث الثانوي. مش عارفة كده أحسن عشان يلتزموا، لفتا إلى أن ذلك سيخلق حالة من المنافسة بين المعلمين في تحسين مستواهم في الشرح، وأضاف أنه سيتم رصد كل ما يحدث داخل المدارس من خلال لجنة مشكلة من الطلاب ومجالس الآباء والإدارة المدرسية، وعمل تقرير بذلك ورفع للوزير شخصيا، وتابع قاعدة الانضباط التي ستطبق ستعيد المدرسة إلى ما كانت عليه في السابق. نتمنى، ما أعتقدش أن مصر عندها أزمة قوانين ولا تشريعات، ولكن الأزمة في تطبيق هذه القوانين بحزم، يعني وعلى كل الناس، ما حدش فوق قناة. مش فاهمة الجزئية دي، يمكن نوضح يوضح اكتر. اعتقد احنا مش فاهمين يمكن جزئية يعني ايه الطالب، يعني لو طالب راح قال المدرس ده مش عاجبني يغيروه، ولا مش فاهماها الحته دي برضو. لا، ما ينفعش برضو اي طالب يجي يقول انا مش عاجبني المدرس ده عشان كده، بس عايزين نفهم الجزئية دي. طيب.